رؤية الطيور فوق السلك الكهربائي يشكل منظر عادي ومعتاد بالنسبة لنا، بصح أكيد كلنا تساءلنا في أحد الأيام كيفاش هالطيور لا تصاب بساقة كهربائية عكس الإنسان، واليوم رح أعطيك الإجابة، تبع تفهم. في البداية لازم نفهم طريقة عمل الكهرباء بأنه هي عبارة عن حركة إلكترونات تنتقل من نقطة إلى أخرى، علما أن التيار الكهربائي لا يمر إلا عبر دوائر مغلقة، والدائرة الكهربائية تتكون من مصدر للجهد الكهربائي ومقاومة، وكي نسلط فرق الجهد الكهربائي بين طرفي مقاومة يدفع الإلكترونات حاملة الشحنات إلى داخل الدائرة، ووجود فرق جهد بين النقطتين ضروري جدا باش تتحرك الإلكترونات من مكانها. باش نهضروا على موضوعنا الأساسي هو سبب عدم تعرض الطيور للصعق، هو أن الطيور تكتسب جهدا يعادل الجهد الذي يمر من خلال السلك الكهربائي. على هذه التيار الكهربائي يتعامل مع أقدام الطيور على أنها مجرد نقاط على السلك الموصل، فلا يقوم بصعقها بل يكمل طريقه في السلك الكهربائي ويتجاوز الطائر بكل بساطة. وكاين أيضا سبب آخر اكتشفه العلماء، وهو أن التيار الكهربائي غالبا ما يكون يحوس على مسار ما فيهش عوائق أو مقاومة كهربائية، لذلك يعتبر جسم الطائر على السلك الكهربائي مصدر مقاومة، مما يجبر التيار فورا على تجاوز الطائر والذهاب إلى مسار أسهل. إذا عجبتك المعلومة تاع اليوم ما تنساش تقول لنا في التعليقات.